بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اليوم الوطني عيد الاستقلال، العيد الذي بناه المرحوم جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه، وبنى هذا الأردن جلالة الملك عبد الله بن الحسين الثاني المعظم. أصحاب العطوفة والسعادة، الشيوخ وأبناء الوطن الكرام، في هذا اليوم يسعنا أن نرحب بكم باسم المجلس المحلي لأمن الزهور والمجلس التربوي وأبناء الوطن جميعاً في هذا اليوم. لقد ارتأينا أن يكون احتفالنا هذا في آفة عصفت في هذا المجتمع في الآونة الأخيرة، لذا لن نطيل عليكم في برنامجنا ولنبدأ احتفالنا هذا بالقرآن الكريم. يتفضل الدكتور بكر القرنة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أما الآن مع الكلمة الترحيبية يلقيها رئيس المركز التربوي وعضو مجلس محل الزهور السيد نبيل القطامي. نبدأ بقول مليكنا القائد حفظه الله: أفضل طريقة للاحتفال بالاستقلال هي أن نبني على ما بناه الآباء والأجداد، وأن نحقق المزيد من الإنجازات، وأن نستمر برؤيتنا الواضحة نحو الأردن القوي المنيع المزدهر. أصحاب العطوفة والسعادة، الحضور الكريم، الاحتفال بعيد الاستقلال مناسبة جليلة نستذكر فيها عزيمة الرجال الذين بذلوا التضحيات لأجل مسيرة وطن شكل حالة فريدة من البناء والتطورات والإنجازات في المنطقة، متجاوزين التحديات التي اعترضت مسيرتهم. أصحاب العطوفة، المناطق المتجاوزة متجاوزين التحديات التي اعترضت مسيرتهم، ومما سبق ننطلق سياسة مجلسنا المحلي والمجلس التربوي وتحقيق المبادئ الشراكية المجتمعية التي تعمل على توثيق الروابط والتضافر الجهود والتنسيق بين التنظيمات والاجتماعيات الاجتماعية والمهنية في مجتمع الأمة في جو من التفاهم والتعاون وتبادل الخبرات والأفكار وتقاسم المعارف وتعزيز الثقة، وهذا بدورها لا ينفصل عن الهدف العام للدولة الأردنية التي سعت وتسعى دوما
لرفع سوية الخدمات التي يقدمها للمجتمع للأفراد بهدف النهوض بالوطن. كل عام وأنتم بألف خير. عسى أن يوفق الله مجالسنا لتقديم كل ما بوسعنا لتقديم خدماته الداعمة للمجتمع المحلي. شكراً إلى مديرية الأمن العام وعطوفة مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد أنور الطرابي وإدارة العلاقات العامة على التواصل المستمر، والشكر الموصول إلى مفرزة العلاقات العامة، وكل الشكر لحضوركم، والسلام عليكم. تفضل الأخ أبو ركان من دائرة الشؤون الفلسطينية. احنا بنثمن دور المراكز المجتمعية في دورها الهام في التواصل مع المجتمع المحلي، ونحن كدائرة الشؤون الفلسطينية، أنا مستشار ناجح عقرباوي طبعا مدير مخيمات المملكة، نشد على أيدي أعضاء المراكز المجتمعية بإقامة الفعاليات الهادفة التي تؤدي إلى خدمة المجتمع المحلي في جميع المخيمات، وخاصة توعوية منها. وهذا الحكي طبعا كله بدعم أخواننا وزملائنا وأهلنا في جهاز الأمن العام من خلال التنسيق والترتيب مع رئيس وأعضاء المراكز المجتمعية. كل الشكر والتقدير للحضور الكرام أصحاب العطوفة والحضور من الأخوة الموجودين في هذه القاعة الطيبة. ثانية ودائما دعونا نرحب برجل من رجالات الوطن عطوفة العميد أنور بيك الطراونة، ونستمع إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على صاحب الخلق العظيم. بداية كل عام وأنتم والوطن وقائد الوطن بألف خير بمناسبة عيد الاستقلال. كل الشكر والتقدير للأخوة في المجلس المحلي على تنظيم هذا اللقاء. بشكر عطوفة مدير شرطة جنوب عمان على تنظيم هذا اللقاء والمساهمة فيه. كل الشكر لحضراتكم على إتاحة هذه الفرصة لنا في إدارة مكافحة المخدرات حتى نتحدث عن هذا الهم اللي يجب أن نتشارك جميعا في العمل للحد من انتشاره. أنا في البداية حاب أحكي بموضوع المخدرات بالذات، يعني خلينا نعطي الأمور بحجمها الطبيعي، نبعد عن التهويل والتخويف وتكبير الأمور. أنا بدي أطمن إخواني إنه الحمد لله أمورنا بخير، يعني في تعاطي مثلنا مثل أي دولة في العالم، لكن بجوز إحنا في المجتمع الأردني عندنا حساسية عالية. الحساسية تراها هي إيجابية، لكن إذا زادت عن الحد بصير فيها هوس وبصير الموضوع بنقلب لخوف، فبنبطل نعرف نشتغل. لا، أنا بدي أطمنكم إحنا الحمد لله أمورنا تمام، في عندنا حجم عمل، لكن الأمور يعني بتصير على خير ما يرام. إحنا بدنا نحكي عن الدولة الأردنية اهتمت في موضوع المخدرات منذ تأسيسها. يوجد لدينا قانون خاص للتعامل بقضايا المخدرات. أيضا أنيط النظر دستوريا لمحكمة أمن الدولة للنظر في قضايا المخدرات. يوجد إدارة خاصة لهذا العمل. حضرة سيدي صاحب الجلالة تحدث في أكثر من مناسبة دولية عن المخدرات وعن دور الأردن في الحد من دخول المخدرات لدول الجوار والمنطقة في قمة الأمن النووي في العام الماضي في شهر آذار. تحدث حضرة سيدي صاحب الجلالة عن أن الأردن يعد سد يمنع دخول المخدرات والأسلحة لدول الجوار والمنطقة، وحذر في ذلك الوقت من تمويل الإرهاب عن طريق الاتجار بالمخدرات. أيضا اللي متابع للأمور، الرسالة اللي وجهت من حضرة سيدي صاحب الجلالة لعطوفة مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه، كان في بند يتعلق في مكافحة جريمة المخدرات، وهذا دلالة واضحة على اهتمام الدولة الأردنية فيها. وإحنا بنعتبر أنه رسالة سيدي صاحب الجلالة لعطوفة مدير الأمن العام هي خارطة الطريق بالنسبة لنا في العمل.
فهي تعطينا همة على همة وعزم على عزم لمتابعة النشاطات اللي احنا بنقوم فيها. لكن بدي احكي لحضراتكم احنا يعني المؤسسات الوطنية جميعها تعمل بتناسق وتناغم للحد من دخول المخدرات للأراضي الأردنية بالدرجة الأولى، القوات المسلحة الأردنية، الجمارك الأردنية، الأجهزة الأمنية المعنية، أيضا المديرية العامة لقوات الدرك، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، كافة المؤسسات الوطنية المعنية في حماية مجتمعنا من هذه الآفة تعمل بتناسق وتناغم تام. هدفنا بالبداية هو منع دخول المخدرات للأراضي الأردنية، لكن احنا بنعرف انه لما نحكي عن المملكة حسب تقرير هيئة الرقابة الدولية تعد منطقة مرور للمخدرات، وعندما نتحدث يا اخوان عن منطقة مرور لا نعني انه منطقة مرور قانوني، لا، هو احنا نسعى لمنع دخول المخدرات اصلا. والمتابع للامور يا اخوان في الدول الجوار اللي موجودة يجد انه حجم الضبطيات اللي موجودة عندنا مقارنة مع الحجم في المنطقة رائع جدا، يعني انه في متابعه وفي جهد مبذول في هذا الموضوع، وبالتالي هذا بفسر الحجم. بجوز بتلاحظوا حضراتكم بين الحين والاخر يتم النشر عن كميات مضبوطه. انا بدي اكد لحضراتكم انه 95% من هذه الكميات هي معدله تهريب خارج المملكه، يعني لا يمكن ان تكون باي حال من الاحوال هي للسوق الاردني. لكن لا يعني انه نبقى مكتوفي الايدي ونقول والله احنا ما في عندنا شيء، لا، احنا في عندنا حالات تعاطي، ضبطنا قضايا تعاطي من بداية هذه السنة، وفي عندنا أشخاص تودعوا، وفي الآن أشخاص نزلاء مراكز الإصلاح على قضايا المخدرات، فبالتالي ما بنقدر نقول والله ما في مخدرات وإحنا بنحكي إنه في قضايا عندنا منظور. لكن مثل ما حكيت لحضراتكم هذا الموضوع بدنا نشتغل عليه كلنا مع بعض. أنا بشوف يعني هالجلسة اللي أنتم موجودين فيها هي قيمة مضافة لإدارة مكافحة المخدرات، لأنه يا أخوان الجهد اللي احنا بنقوم فيه اذا ما تعاونوا معنا المواطنين لا يمكن انه يكون كافي. احنا يعني بنعمل منكم وبنعمل لكم، فكل واحد بكون عنده اي معلومه اي شيء بتعلق في هذا احنا بنحب الحديث. خليني ارجع بجوز للحديث البدائي اللي حكيته، بنحب الحديث عن هذا الموضوع يكون بالطريقه الايجابيه وليست بالسلبيه. يعني انا ما بيهمني شخص يقعد والله فيه والله فيه والله فيه، لا، بتقول لي فيه وبتقول لي وين اذا بدك تقول فيه، او يعني فليقل خيرا او ليصمت. يعني هيك اللي احنا بنقوله، انه اذا بدنا نحكي ايجابيين، يعني بدنا نكون ايجابيين، انه اذا في شيء عندك كمل معروفك وساعدنا فيه، لكن انه نحكي عن الموضوع بس هيك مجرد الحديث والاستهلاك الحديث لا ما بنزبط. فهذا الامور اللي احنا لازم نتفق عليها جميعا. يعني انا هذا بجوز حديث بعتبره حديث ودي مع الجميع، انه لازم كل واحد بيعرف شيء خطا يحكي عنه، يعني ما يتغاضى عن هذا الموضوع، ما يقول والله خليها تيجي عن طريق غيري، لانه راح تيجي وتضرك انت. يعني احنا هذا الضرر اللي بصيب جارك هو بصيبك، ما بتقدر تقول والله انه هذا الشخص اللي بروج في منطقه هذا الشخص بعيد عني، لا، هو اذا ضر واحد من المنطقه اللي موجود انت فيها فبالتالي الضرر لا يمكن يكون انت بمعزل عنه. فهي الامور اللي بنحكي فيها عن موضوع المكافحه. احنا في عندنا 22 قسم منتشرات في كافة محافظات المملكة. هاي الأقسام هدفها جمع المعلومات وضبط الأشخاص اللي بتعاملوا بالمخدرات وتوديعهم للقضاء. أيضا لدينا في الجانب التوعية نشاطات، بجوز اللي بتابع نشاطات الإدارة من خلال طبعا المحاضرات، الندوات، ورش العمل، الأمور التقليدية يعني خلينا نحكي. لكن احنا بجوز بنحاول بين الحين والاخر ان نخرج عن التقليد. يعني خلال هذا العام عملنا محاضرات في المقاهي، ايضا في المولات، في الحدائق العامه، الناس يعني اللي بيكونوا في اماكن التجمعات اللي احنا بنحب تصل لهم الرساله بنوصلها لهم. فاعجبني انه الان حتى المؤسسات، كافه المؤسسات قاعده بتطلب برامج توعيه او محاضرات او ندوات او دورات او اي شيء احنا بنقدر نقدمه. وهذا انا بعتبره ناحيه ايجابيه وناحيه صحية، انه نقول والله يا عمي انا ما بقدر انا اقول والله انا ما بعرف عن المخدرات، ما عاد نحكي الحكي هذا، بدنا نعرف. يعني اللي ما بيعرف بده يعرف بطريقته، لانه احنا بنحكي حتى الشباب الصغار اللي موجودين ما في شيء، يعني بطل يقول والله ما في مصادر للتعلم، لكن بدنا مصادر التعلم تكون ايجابية، انه نعرف ما هي حقيقة هذه المواد المخدرة.
بجوز بين الحين والآخر احنا بنشوف بعض المنشتات مثلا والله هاي المادة المخدرة ثبتت الدراسة اثبتت الدراسات العلمية بانها مفيدة في كذا كذا. ترى هاي يعني اللي بنقولها في وسائل الإعلام بده يتحرى الدقة فيها، لانه هاي الامور يعني وراء الأكمم وراءها بكون هدف الشخص اللي نشرها هو نشر المخدر يعني ببساطة. فأي واحد بده يتعامل معها سواء الدارس سواء الناشر بده يعرف ما هو مصدر هذه المواد اللي بنتداولها في وسائل الإعلام. فكثير من اللي بنشوفه احنا، انا بشوف يعني في كثير شغل في ملاحظات على بعض المواد، او بنشوف انه ينقلوا في بعض الافلام والمسلسلات او شيء يعني انه هاي المواد المخدرة بتسبب السعادة وبتجلب السعادة. عمر المخدرات ما جلب السعادة، هي تجلب التعاسة للشخص نفسه لأهله. واحنا بجوز اللي يعني اللي ما بعرف ناس بتتعامل في هذه المواد يسأل او يجي علينا ويشوف الناس اللي موجودين. فهاي النقاط الحساسة اللي احنا بنتداولها او حتى بنحبب بنصير نحبب ونرغب الناس في المخدرات من خلال المزح والنكات والامور هاي، وبنقرب لهم موضوع المخدرات حتى نكسر الحواجز، وهذا كمان شيء خطير. احنا الحمد لله يعني بجوز في المملكة الأردنية متفهمين في هذا الموضوع، حتى المواد المخدرة او صور المواد المخدرة او اي شيء بتعلق في المواد المخدرة صدر قرارات من مجلس الوزراء بمنع دخول اي مادة او اي ميدالية او اي شيء او اي مج او تيشيرت يحمل اي نوع من انواع المواد المخدرة او صورائها. واحنا حتى عندنا يعني بالمملكة بنتابع وين ما جينا بنتابع هؤلاء الاشخاص حتى ما نكسر الحاجز في انه يصير الفي بين الشخص وبين المواد المخدرة، لانه هاي الامور هي الامور الخطيرة جدا، انه اذا صار في تقارب بيني وبين المادة المخدرة فبالتالي لا سمح الله انه النتائج راح تكون وخيمة. فهاي الامور احنا بنركز عليها في رسائلنا الاعلامية وبنركز عليها من خلال وسائل الاعلام، انه نحاول قدر الامكان انه نمنع التداول او التعامل مع المواد المخدرة الا في حدود المعارف، انه تعرف شو هي الاخطار اللي بتتعلق في هذه المواد. بجوز يعني في عندنا فكره في اداره مكافحه المخدرات، وهي فكره غير موجوده في اي جهاز امني في العالم. عندنا مركز علاج لاداره مكافحه المخدرات، هذا المركز تاسس في عام 1993، وهذا اسعفنا فيه قانون المخدرات والمؤثرات العقليه انه الشخص الذي يتقدم للعلاج يعفى من العقوبه، وبالتالي انه يجب علينا ان نؤمن له مكان. فكانت الفكره في مديريه الامن العام ان يتم انشاء هذا المركز. احنا يا اخوان بنخفف على الناس برضه بنخفف علينا، شو ما نبذل جهد في هذا الموضوع بنعمل عليه كنترول، وبالتالي احنا بنحافظ على مجتمعنا. بدي احكي عن موضوع هذا بجوز يعني خلينا نقول اقلق الشارع الاردني خلال الفتره الماضيه، اللي هو ماده الجوكر او الحشيش الصناعي او البونزاين او الدريم. الحمد لله احنا خلال السنوات الماضيه كان في ظهور لهذه الماده، وكان سبب ظهور هذه الماده يا اخوان بالدرجه الاولى انه التركيب داخل الماده في تركيبات مختلفه، وبالتالي الاشخاص اللي بيتعاملوا فيها كانوا يحاولوا يخرجوا عن القانون. كيف يخرجوا عن القانون؟ انه هذه المواد جزء منها غير مدرج على قوائم العقاقير الخطره، وبالتالي لا يوجد عليه عقوبه في غياب تشريعي في هذا الموضوع. احنا الحمد لله في التشريع اللي صدر في عام 2016 يوجد ماده وجرمت التعامل فيه، وتم الحكم على اشخاص روجوا لماده الجوكر بعشر سنوات حبس و ما يزيد عليها. ايضا الاشخاص اللي بتعاطوا هذه المواد برضو تم الحكم عليهم في اكثر من قضيه. فبالتالي هذا الجانب اللي كانوا الناس يعني يعتقدوا بانه لا عقوبه عليه، هذا الجانب اللي كان شجع بعض الاشخاص على انهم يتعاملوا فيه، بالاضافه انه كانت تقدم للشباب على انها مواد طبيعيه او مواد عشبيه، والشباب ما بيعرفوا شو هي المواد، انه هاي المواد داخلها سموم وهي مواد خطيره ومواد مؤذيه ومواد مؤثره. فاحنا عملنا حملات اعلاميه مكثفه من خلال طبعا شركات الاتصالات ارسلت رسائل، ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات عملناها، بوسترات، بروشورات، ندوات. فكثفنا حملاتنا على موضوع الجوكر، وعندما اتحدث عن الجوكر لا اعني انه المواد المخدره الباقيه هي مواد مخدره يعني اقل ضرر،
لا هي مواد مخدرة وخطيرة، لكن المفاهيم الخاطئة اللي كانت تحوم حول هذه المادة أجبرتنا على أنه نركز عليها. يعني الحشيش الطبيعي والحشيش الصناعي خلينا نقول الخطر ما بعد عن بعضه، لكن المفاهيم الخاطئة اللي كانت عند الناس هذه بجوز اللي كانت مؤذيتنا شوية. والحمد لله احنا نجحنا يعني في مديرية الأمن العام من خلال الاستراتيجية اللي وضعناها العام الماضي في حصر مادة الجوكر وترويجها والتعامل فيها، حتى الأشخاص اللي بتعالجوا الآن عددهم أقل مما كان، فبالتالي الحمد لله وصلنا للأمور اللي كنا احنا نسعى حتى في موضوع الترويج، بالإضافة للحملات اللي الشاسعة اللي عملناها خلال العام الماضي اللي حدينا فيها من ترويج وجففنا كافة المنابع اللي كان بعض الأشخاص يستغلوها لترويج هذه المادة. أنا بشكركم على حضوركم وبشكركم على مشاركتكم إلنا، وبالعكس أنا اللي دائما بطلبه أنه نكون فعلا إيجابيين، وهي يعني الطلب الأكثر بجوز دائما. والنشاطات الإدارة مفتوحة للجميع، أي شخص بده يعني يعمل نشاطات بده يرتب أي نشاطات إحنا جاهزين، حتى يعني رمضان شهر الخير إن شاء الله جاي، فممكن يعني حتى إذا في ناس بده يعمل نشاط ما في مشكلة عندنا، رايح إن شاء الله نساعده. الله يحميكم يحمي الأردن يحمي قيادة الأردن، وإن شاء الله ما بنشوفكم إلا في المناسبات السعيدة. شكرا للمنظمين، شكرا لحضوركم. شكرا عطوفة أنور بيك. تفضل عطوفة مدير شرطة جنوب عمان الأستاذ محمد الجلودي، تفضل. هذه الندوة القيمة اللي من خلالها استضفنا عطوفة العميد أنور طراونة مدير إدارة مكافحة المخدرات، اللي أعطانا محاضرة قيمة ومحاضرة ساهمت في زيادة الوعي والتنبيه لمخاطر هذه الآفة، اللي بنحاول إن شاء الله من خلال هذه الندوات ومن خلال الوعي لدى المواطن إن نحاصرها ونقلل من أثارها. وإحنا يعني بالمناسبة نعيش الآن مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا جميعا، وهي عيد الاستقلال 71 للمملكة الأردنية الهاشمية وحلول شهر رمضان المبارك، فكل عام وأنتم بخير. وباسمكم جميعا أتقدم الشكر الجزيل لعطوفة العميد أنور الطراونة على هذه تلبية هذه الدعوة وعلى هذه المحاضرة القيمة، وشكرا لكم. حقيقة أنا أعتبر تجار المخدرات هم إرهابيون اسمهم حزب تنظيم داعش وغيره، بما يسببون الإرهاب للمواطن وللأهل وللوطن. حقيقة أيضا نقدس ونثمن جهود إدارة المخدرات لما يقومون به من عمل وجهد كبير، ويظهر لنا جميعا في مجتمعنا الطيب ما يقومون به، لكن هنالك للأسف الشديد، وأعتقد أن ليس الإدارة على أبيه، يلقى القبر على مروج أو على متعاطي يغيب عنك أسبوع له ثاني يوم بالشهر. هذه مشكلة أعانيها وأنا أعانيها شخصيا، هنالك بعض المجاورين يلقى القبر عليه بعد أسبوع أو شهر وله خمس. هذه النقطة عقوبتك يجب أن يوجد لها حل مع القضاء. وأشكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. كل تقدير لمديرية مكافحة المخدرات مديرية الأمن العام، وكل عام وأنتم بخير جميعا. حقيقة الحديث الإيجابي شيء يعطي التفاؤل، ولكن هناك بعض القضايا التي ذكرتها العميد أنور بيك حول أنه إذا رأيت شيء لا تتحدث إلا إذا كان عندك الدليل وتتابع. فعلى سبيل المثال بعض المراكز والبؤر التي تبيع المخدرات في المقاهي القهوة السائلة في يعني عدد من مناطق المملكة، هذه القضية لفت الانتباه فيها كثيرا. الشباب يدمنوا على الذهاب إلى مقهى معين، فتجد أنهم لا يذهبون لشرب القهوة فقط، ولكن هناك شيء يجذبهم، سيارات فاخرة جدا تقف أمام تلك المقاهي، وصورنا تلك السيارات وأرقام أرقامها وأعطيناها للجهات الأمنية حتى تتابع مثل هذه الأمور. الرقابة
على البؤر التي قد تكون يعني جاذبة للشباب. قضية أعتقد لا يمل أهمية في هذا الموضوع. النقطة الثانية قضية المتاجرة بالمخدرات. نحن لدينا المتعاطين المتعاطون ولدينا التجار. المتعاطي هو ضحية، التاجر هو مجرم. هذا المتعاطي يتحول في المستقبل إلى مجرم كذلك لأنه سيدخل في مجال التجارة. ما هي الخطوات الفعلية، الأرقام، الأعداد التي لمسناها بإلقاء القبض على التجار وليس فقط على المروجين أو المتعاطين؟ التاجر هو رأس الأفعى، وهناك من يقول بأن هناك متنفذين يقومون بمثل هذه الأمور. يا حبذا لو نستمع من العميد أخونا الحبيب الذي أقدر جدا دوره ودور إدارة مكافحة المخدرات في مدى الحالات التي تم إلقاء القبض عليها من قبل التجار ومحاسبتهم في هذا الموضوع. وأسف للإطالة والسلام عليكم. الدكتور سيدي أشكركم. يعني أنا شوف أنا بقدر الغيرة على مجتمعنا من الجميع، لكن بجزء حكى أخوي قبل شوي عشان موضوع التجار، إحنا نسم حتى تاجر المخدرات بالخائن ومروجها بالقاتل. يعني تاجر المخدرات ومن يعني خلينا نقول أي شيء، أي شخص بتدخل في هذا الخائن باعتباره بيكون في حكمه. فبدي أجاوب كمان على الدكتور موضوع المتنفذين، هذا يعني خلينا نقول اسطوانة يعني قديمة حديثة الكلام فيها، لكن أنا متأكد لحضرتك أنه هاي القضايا لا يشرف أي شخص محترم أنه يدخل فيها، يعني ببساطة خلينا نحكي لك، لأن هي قضايا قتل، يعني هاي قضايا بتمس أمن المجتمع. يعني فبالتالي أنا اللي بشوفه أنه من خلال يعني تجربتي ما حدا بتدخل في قضايا المخدرات، والأمور يعني عندنا واضحة، في عندنا محاكم وعندنا. الآن بالنسبة للأشخاص المضبوطين عندنا، يعني من بداية هذا العام ضبطنا 7693 شخص بقضايا مخدرات مختلفة، منهم 1522 شخص في قضايا إتجار. نعم، يعني أي شخص، طبعاً الإتجار في له في ناس مثلاً بكون ترويج أو تجارة أو اشتراك مع عصابات دولية، كل واحد بكون في له تكييف حتى بالقانون. فموضوع القانون في علاقة للشخص نفسه بالقضية، يعني القضية احنا بنحكي عن القانون شو بنقدر احنا نثبت على هذا الشخص يودع للقضاء، لكن بعض الأحيان ممكن ما نقدر نثبت عليه. يعني هسا لا يعني الحديث عن الشخص انه هذا بتاجر فقط انه تاجر، احنا بنحتكم لموضوع قانون. نعم، فاحنا بنحكي في بينات وأدلة وبراهين فبدنا نثبت عليه. موضوع الرقابة على الأماكن العامة، في رقابة على الأماكن العامة، لكن برضو في شيء من الحديث عن هذا الموضوع بجوز بطريقة غير، يعني كثير مثلا بيحكوا عن المقاهي اللي موجودة، احنا في حملات مستمرة على كل المواقع اللي موجودة، لكن بعض بجوز حكيت حضرتك قبل شوي وانا بدي احكي شغلة صارت معي، في ست بتبيع ترمس في موقع معين، فحكى واحد بمنطقة قاعد مع ناس وبقول لهم يا عمي هذا هاي الست بتبيع حبوب وبوقف عندها سيارات وبعطوها مصاري وبعرف ايش زي هيك، كانوا موجودين وبيحكوا يعني على انه الموضوع مهم. فرحنا بعثنا الشباب على الموقع، بينوا انه ست يعني على باب الله فعلا هي بتبيع ترمس بوقف عندها سيارات محترمة بتحسنوا عليها. فشوفوا القعدة اللي كانت موجود نقلت صورة غير، يعني أنا بحكي هاي الرواية ويعني حتى اللي حكاها رايح يسمعني ورايح يقول يعني إنه والله فعلا حكى القصة. فما بنخلي إحنا ما بنخلي أي ملحوظة في إدارة مكافحة المخدرات. الحمد لله يعني الإمكانيات الموجودة عندنا الآن، يعني عطوف مدير الأمن العام زار الإدارة أكثر من مرة ودعم الإدارة بكافة المعدات و الآليات والموارد البشرية، عندنا فريق خاص للمداهمات في عند الحاجة في المناطق اللي ممكن نتوقع انه يعني نكون محتاجين لها، وعملنا دؤوب باستمرار في عندنا عدد من القضايا، يعني لما تحكي عن 7693 قضية. بس انا بحذر كمان يا اخوان من تداول الارقام، انه الارقام هاي هي جهد لنا لكن نجلد فيه، يعني
نحكي عن الرقم، ثاني يوم بيجي واحد بيكتب بحلل وبزيد وبنقص. فالرقم هو يعني لو كانت الناس اللي عندنا حاطين رجل على رجل وقاعدين ما بيجيبوا شيء، يعني هذا جهد لناس بتحرك. فهاي الموضوع يعني كثير من الناس، وانا بجوز بحسس في 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 موضوع نقل الارقام بالذات، لانه بتداولها بطريقه غلط. احنا منطقه في عندنا عدد سكان، عندنا 9 مليون، وعندنا لاجئين، وعندنا ناس مغتربين، وعندنا يعني الظروف المحيطه اللي فينا، فمثلنا مثل دول العالم بدنا نتاثر في هالمشاكل الاجتماعيه. احنا الحمد لله احسن من غيرنا كثير، بس احنا كمان ما لازم الكلمه هاي نوقف عندها، لا لازم نشتغل افضل. وبجوز برجع بحكي على موضوع الايجابيه، احنا لا يعني لا يعني انه ننتقد شيء ونقول والله يا عمي انه جماعتكم لا في مكان كذا، بالعكس انا بنبسط انه تعطيني معلومه حتى نتاكد منها انه هذا المعلومه صحيحه او لا، لكن تظل تدور في المجالس هاي المشكله فيها انه نحكي فيها. فاي شيء بجوز اللي حكيته حضرتك على موضوع الرقابه، الرقابه موجوده ومستمره الحمد لله. أول شيء الله يمسيكم بالخير، سالفة صحية. أرسل الحمد لله على نعمة الأمن والأمان في أذننا الغالي، ولولا نعمة الأمن والأمان لما وجدنا في هذه القاعة. الحمد لله. نحن أول شيء نتبعها مكافحة المخدرات، ونقولهم الله يعطيكم العافية. وكل الأجهزة الأمنية الآن بتقوم واجبها، لكن نحن بقول الحذر من الطابور الخامس. الطابور الخامس هو الذي يروج الإشاعات الكاذبة ويروج إشاعات خارجة عن الشيء الموجود عندنا في أردننا الغالي. مكافحة المخدرات الآن، وأنا أتباهى إني أنا ابن مكافحة المخدرات من عام 1966 قبل ما يكون في مكافحة المخدرات، ومسكنا المخدرات بشكل لا يوصف. انا مسكت تجار كبار واتباعي اللي مسكته وخططت لهم ورجعت لهم فيهم، لكن انا الان بتباهى بمكافحه المخدرات، الان بتباهى بمدير الامن العام النجم الاصيل الان اللي هو الان بيقوم بواجب مميز. رغم مدراء الامن القادم للمازقه كانوا كمان يراقبوا هذا الموضوع. احنا الان في بلدنا، بلدنا كويسه خيره، لكن في مطلب اطلبه من الجميع التعاون مع الاجهزه الامنيه. وانا لما ببلغ عن واحد مدمن مخدرات انا دخلت التاريخ من اوسع ابوابه. انا بتباهى انه كنت واجب ما بطلبه للمحكمه، في ناس بتخاف بقول لك اذا خبرت. احنا بنعرف الاداره قدمت العديد من الجهود والاطراف، فعلا هي دليل على جهود هذه الاداره، والاداره قدمت شهداء فحسبهم عند الله شهداء باذن الله. احنا في عندنا رجاء بسيط بورود بعض الطلبات من الاهالي في مناطق المخيمات تحديدا، عن طلبات بتركيز وزياده الجهود داخل المخيمات، خصوصا في بعض الشوارع اللي باتت معروفه عند حضرتك وعند كثير من الجهات الامنيه. التركيز يعني بيطلب زيارات متكرره بشكل اكبر مما هو عليه، وثانيا التركيز على المروجين، يعني بدنا نعرف كيف بيتم تكييف التهمه من مروج الى متعاطي او حيازه بغرض الترويج او الاتجار الى حيازه بغرض التعاطي، لانه في المخيمات بيشكوا الطلبات تزداد كل يوم، انه في رجاء عندنا انه نركز في هذه الشوارع، نركز داخل المخيمات حتى نحاول انه تكون المخيمات فيها نظيفه متجانسه مع هذا النسيج الاردني النظيف باذن الله. وشكرا. سيدي اشكرك، يعني انا بدي اكد لحضرتك انه ما في جزء في الوطن الغالي الا هو تحت تركيز اداره مكافحه المخدرات. احنا بنشتغل ضمن خرائط يعني اعلام خرائط معلوماتيه، وبالتالي لا يمكن انه نترك اي جزئيه او اي منطقه اللي يعني لا سمح الله يكون فيها، لكن بجوز بنرجع للموضوع هذا انه اذا كان في تعاون من المنطقه بكون برضه ممتاز جدا، لانه بيساعدونا اكثر. والاهتمام الناس في هذه الامور، وبقدر اي واحد يوصلنا، احنا في عندنا رقمين على تطبيق الواتساب
ممكن اي واحد يقدر يعني. في عندنا 079-019-019-28-33 او 077-019-28-33 يعني بيقدر اي واحد يبعث الرساله اللي بده اياها، واحنا بنتاكد بطريقتنا لانه احنا كمان في دراسه للمعلومات اللي بتقدم لنا، وبالتالي ان شاء الله انه رايح اذا فعلا بنحط ايدينا بايدين بعض وفي كل محل وفي كل موقع في كل حاره في كل مخيم في كل جزئيه عندنا في وطننا الغالي، رايح ان شاء الله فعلا نصل للمجتمع امن من خطر هذه الافه. وظيفة بشار بيك رسالة. عطوفة زهير المطار. العميد محمد الجالودي. عطوفة العميد أنور بيك طرابي. عطوفة العميد عديل الشربان. عطوفة العقيد بشار الهباء. عطوفة مدير الشؤون الفلسطينية. وتكريم لراعي الاحتفال عطوفة عبيد الله المعايطة مدير أمن إقليم